بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. معاكم إسلام في فيديو جديد لأهم نشرة أخبار في الوقت الحالي لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. يا ريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا نخش لعناوين الأخبار. وأول خبر معانا وهو حقيقة الفيديو المخيف لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض، وأخبار هامة جدا للشأن العربي المصري وعاجلة بخصوص سد النهضة. والسيسي يتفائل بدور أمريكا بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا. وإثيوبيا مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة، لكن المفاوضات لم تصل لطريق مسدود، وخبير كل الخيارات مفتوحة أمام مصر لمواجهة إصرار إثيوبيا بشأن سد النهضة. طيب تعالوا نعرف التفاصيل لأن التفاصيل مهمة جدا. تعالوا ننتقل لأول خبر معانا وهو الخاص بالشأن السعودي، وهو حقيقة الفيديو المهيب لطائرات مقاتلة ترافق طائرة مدنية في أجواء الرياض. أثار مقطع فيديو لسرب من الطائرات المقاتلة ترافق طائرة مدنية تحلق في أجواء الرياض تساؤلات وتوقعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وذهب عدد من المتابعين إلى أن المشهد المهيب لفيديو الطائرات هو موكب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء وصوله إلى الرياض قادما من جد. لكن قناة الإخبارية أوضحت أن الفيديو للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال عرض جوي أقيم بمدينة الرياض. المصدر صحيفة أخبار 24. تعالوا ننتقل للشأن المصري، وهي أخبار هامة جدا للشأن العربي المصري وعاجلة بخصوص سد النهضة. بيقولوا إن في خيارات مفتوحة أمام مصر لمواجهة تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة. أكد خبراء أن كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة المصرية للتعامل مع العراقيل التي تضعها إثيوبيا أمام اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدين أن مصر لن تقبل بأن يضعها الإثيوبيون تحت الأمر الواقع. وقال النائب المصري مصطفى بكري في حديث خاص إنه بات واضحا أن إثيوبيا تضع العراقيل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليهم في وقت سابق، وكأنها تريد وضع مصر أمام الأمر الواقع. وأكد بكري أن القاهرة لن تقبل أو تصمت أمام هذا الاعتداء الصارخ من الجانب الإثيوبي على ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن أصر على استخدام جميع الأساليب الدبلوماسية لوضع حد لهذه الممارسات، والسودان شاهد عيان على ذلك. ودعا بكري المجتمع الدولي إلى أن يكون شريكا في تلك المفاوضات قبل أن تتفجر الأوضاع، معللا ذلك بأن مصر لا يمكن أن تقبل بالمساس أو تسمح بعطش 110 ملايين مواطن مصري، مضيفا أن هناك حصة ثابتة من المياه لا يمكن التفريط في نقطة واحدة منها. شدد بكري على أن الاتفاقيات الدولية حددت حصة مصر، وعندما يتحدث الرئيس أمام الأمم المتحدة فمعنى ذلك أن مصر أدركت بشكل واضح أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها. بدوره قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق لشؤون السودان في تصريحات خاصة لـRT أن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر مراحله، وهي اجتماع الرئاسي. وحول تصريحات الرئاسة المصرية الأخيرة عن أزمة مفاوضات سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي، أكد حليمة أن ذلك يعني بوضوح أن القيادة المصرية تريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هناك أزمة ترتبت من جراء تخلي الطرف الإثيوبي عن تعهداته. وشدد حليمة على أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، والقصد من تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي إيصال رسالة بخطورة الوضع القائم، وأن مصر تريد أن يتدخل المجتمع الدولي وإطلاعه على المستجدات الحالية بخصوص إعلان المبادئ وتراجع الطرف الإثيوبي عن الوفاء بتعهداته. وأوضح أن إعلان المبادئ يضع أسسا واضحة لسير المفاوضات آخرها الوساطة ثم الاجتماع الرئاسي، مشيرا إلى التزام مصر في جميع الأحوال بالحلول الدبلوماسية. وشدد حليمة على أن عامل الوقت يبقى ضاغطا مؤثرا داعيا جميع الأطراف لأن تدرك خطورة قضية المياه بالنسبة لمصر التي لن تقبل المساس بحصتها المائية تحت أي ظروف. من جانبه قال خبير المياه الدكتور نادر نور الدين، وهو أول من توقع لجوء الطرف الإثيوبي لعامل الوقت والمماطلة، إن إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتريد أن تتفاوض مع مصر بعيدا عن القانون أو عن الوساطة الدولية وأن تفرض قانون الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا. واعتبر نور الدين إن إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما عقبته عليه من سد عملاق، وتساءل لو كان الأمر يسير بالسيادة المطلقة على الأنهار المشتركة
كما تتصور إثيوبيا، فلماذا أنشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر العام لعام 1997، والذي أصبح ملزما منذ عام 2007، بما يعني أن إثيوبيا خاطئة؟ قانون الدولي يمنع الدول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب. وأكد نور الدين أن إثيوبيا تحدت القانون الدولي للأنهار وأقامت أكبر سد في إفريقيا، لافتا إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدا على نهر عابر للحدود أن تجري أولا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية، ولكن إثيوبيا قامت سدا بلا دراسات، ثم طلبت من مصر والسودان الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشاري، ثم ألغت عمل المكتب الاستشاري حتى لا يكون شاهدا على خروقاتها والإضرار التي ستقع على مصر. وذكر نور الدين أن إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده. وحذر نور الدين من أن إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، مؤكدا أن الأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع. إما الكاتب الصحفي المتخصص في الأمن القومي المصري أحمد رفعت، فقال إن مصر تمتلك قدرات عسكرية واستخباراتية هائلة، إضافة لدبلوماسية عريقة جدا وإمكانيات متميزة في إدارة الأزمات والملفات، مرجحا أن ملف سد النهضة سيبقى وقتا طويلا في يد الدبلوماسية المصرية، ليس فقط لأنها قادرة على إثبات الحجج على أن إثيوبيا تخالف الآن اتفاق المبادئ الذي وقعته مع مصر في مارس 2015، والذي ينص في مجمله على مبادئ التعاون والتنمية وبناء الثقة وحسن النوايا. وختم حديثه بالقول إن الكل يعلم أن مبادئ وأسس القانون الدولي تتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس. واخدين بالكم من الكلمة الأخيرة دي؟ تتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس. مش فاهم هل حق الدفاع الشرعي في دك او انهاء سد النهضة اللي عامل لنا دوش، عامل لنا قلق، ده بطائرات رافال مثلا، بطائرات سخوي 35 مثلا ونرتاح، ولكن مصر بتعمل عليها انا عارف او واثق من تفكير القيادة المصرية ان ده بيبقى بنعمل اللي علينا دبلوماسيا وسياسيا، وبعد كده نبقى نستخدم القدرات العسكرية. وانا واثق ان احنا سد النهضة ده يتم دكه في نص ساعة بأمان الله، بدون اي مبالغة الموضوع هيخلص في اقل من نص ساعة. عندنا مسترال، عندنا بعيد عن طائرات الكات 52 ما تنفعش تخش اصلا المجال الجوي الاثيوبي بسبب ان هي في مجال عمل مضادات الطائرات، فلازم تكون طائرات سريعة وعندها وتكون مخفية عن الرادارات زي الرافال السخوي، يعني الحاجات دي. اتمنى والله اتمنى الدنيا هتبقى جميلة وحلوة، هنرتاح كلنا وهننام بسلام، واثيوبيا مش هتعرف تفتح بقها بأمانة. اثيوبيا مش هتعرف تعمل اي حاجة لان اثيوبيا ضعيفة عسكريا يعني بالنسبة لمصر، هيبقى حقنا محدش عارف يكلمنا. السيسي يتفائل بدور أمريكا بشأن سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع إثيوبيا. رحبت الرئاسة المصرية بالتصريحات الأمريكية الأخيرة حول دعم واشنطن لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتواصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وبما يحقق مصالح الدول الثلاث. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن القاهرة تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال في هذا الصدد، خاصة على ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من 4 سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، وهي المفاوضات التي لم تفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس. وأكد راضي أن عدم تحقيق أي تقدم يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التواصل إلى الاتفاق المطلوب. يذكر أن واشنطن طالبت أمس مصر والسودان وإثيوبيا بإبداء حسن النية للتواصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.
المصدر RT. وإثيوبيا مصر تطالب بأشياء مدهشة حول سد النهضة، لكن المفاوضات لم تصل للطريق المسدود. تعالوا نتابع التفاصيل عشان مهمة جدا. أعربت إثيوبيا عن معارضتها لموقف مصر الذي أعلنت فيه عن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود، مؤكدة رفضها المقترح المصري حول إشراك طرف رابع لحل الأزمة. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبية سيلشي بقل في تصريح صحفي أدلى به مساء السبت في ختام اجتماع ثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان في الخرطوم بشأن القضية: الخبراء من إثيوبيا ومصر والسودان قدموا بعض الاقتراحات، ما يعني أن المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود. وشدد بقل على أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، معتبرا أن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق. وتابع: الوفد المصري تقدم بمقترح يستحيل تنفيذه لمتطلباته ب 40 مليار متر في السنة، بينما مخزون إثيوبيا نحو 20 مليار متر، ما يعني أن إثيوبيا تعطي مصر من مخزونها الاستراتيجي. وأردف وزير الري الإثيوبي الوفد المصري رفض مقترح السودان المحدد ب 35 مليار متر: مصر تطالب بأشياء مدهشة وموقفها كان مفاجئا. للأسف هم اللي مدهشين وشكلهم هياخدوا على عينهم، أنا حاسس كده يعني. إن المفاوضات حول تسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود. من جانبه تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تبقى مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في نهر النيل، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة على الصعيد السياسي لضمان ذلك. من جانبه ذكر وزير الري السوداني ياسر عباس أن إثيوبيا قدمت اقتراحا ينص على ملء سد النهضة وتخزين المياه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات، فيما أكد رفض بلاده دعوة مصر إلى إشراك وسيط دولي في المفاوضات. المصدر الأناضول ووكالات وRT. جينا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وبحبكم جدا وبحب تعليقاتكم، وأشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.